بها وانحضر ياخذ من خيار الغوالي مد تأكل غيث ربي. تتواصل مشاهدينا الاعزاء الانطلاقات، تستمر التحديات من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة، وفي ختام الختاميات حيث تعلن انطلاقة جديدة لأشواط الثنايا وشوط القعدان المحليات الأصائل الذي ينطلق أمام حضراتكم، خاصة بهجن أبناء القبائل 8 كيلومترات. تستمر سريعا وسط أجواء التنافس والتحدي ما بين أبناء الخليج الذين تواجدوا في أرضية هذا الميدان. ننطلق مع المقدمة ونسير أيضا لدى صدارة هذا الشوط مع نديات على المركز الأول ليبدأ ببداية هذه الانطلاقة. حمد بن عمران بن راشد الكتبي يتقدم أيضا على المركز الأول خلال هذا الانطلاق. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني حيث يتواجد مشاهدين الأعزاء من الجانب الآخر. المختبر سعيد بن عبيد بضبيع الكتبي من يتواجد على المركز الثاني خلال هذا الانطلاق. ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث خلال هذه اللحظات والتحديات المثيرة في انطلاقة هذا الشوط وفي أيضا تواجد هذه النوعيات المنطلقة. ما شاء الله، هنا أيضا يأتي مشغل سعيد بن سلطان بن محمد الملعائي الكتبي يأتي أيضا في المركز الثالث. ننتقل إلى المركز الرابع حيث يتواجد مشاهدين الأعزاء هذا المختبر لسعيد بن عبيد بضبيعة من يحتل المركز الرابع خلال هذا الانطلاق. المركز الخامس مسعل صالح بن خميس بن صويلح الهاملي يتقدم أيضا بن صويلح مع وجود مسعل في المركز الخامس. ننتقل إلى المركز السادس خلال هذا الانطلاق، وجود ملبي سعيد بن محمد بن سعيد الراشدي يقدم انطلاقة ملبي في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع في المركز السادس. مباشرة إلى المركز السابع حيث يتقدم أيضا شعار بن كردوس على المركز السابع في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع القوي والمثير من خلال هذه التحديات وظبيان. سالم بن حمد بن كردوس العامري يتقدم أيضا في المركز السابع. مباشرة إلى المركز الثامن حيث يأتي في المركز الثامن مشاهدين الأعزاء لينطلق شعار بن مرخان مع وجود وانطلاقة الذيب محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي، خذ المركز الثامن. المركز التاسع هذا هو أيضا لهاب حسين بن علي بن حسين بن سيقان المري يتقدم أيضا في المركز التاسع. المركز العاشر أيضا يتواجد مشاهدين الأعزاء شاهين علي بن خلفان بالشاوي الغبار خذ المركز العاشر. هذه النتيجة، هذه العشر المراكز المتقدمة، هذه النتيجة للأسماء الأولى المنطلقة أمام حضراتكم خلال هذا الانطلاق وخلال هذا الإبداع. حيث أيضا مشاهدين الأعزاء نذكر بأن صاحبة المركز الخامس في الشوط الماضي كانت خوفة لهزاع بن محمد بن سعيد الخاطري من تدخلت في الأمتار الأخيرة وأيضا حازت على المركز الخامس الشوط الماضي وبالتحديد للثنايا المهجنات. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول، نعود إلى الصدارة من خلال هذا الانطلاق والإبداع الكبير الذي يأتي بوجود أيضا قمة التنافس والتحدي. مقدمة الشوط الغزال، هذا الغزال يتقدم. سالم بن حمد بن سلطان المنصوري يأتي على مقدمة هذا الشوط، يتواجد أيضا في قمة الأسماء منذ بداية هذه الانطلاقة. تحرك المختبر سعيد بن عبيد بن ضبيع الكتبي يتواجد على المركز الثاني خلال هذا الانطلاق، بينما المركز الثالث يصل مشغل سعيد بن سلطان بن محمد الملعائي الكتبي. ياتي ايضا مشاهدينا الاعزاء، تفرقت المراكز، بدا الانطلاق، بدا الكل ياتي ايضا نحو الامام. ننتقل الى المركز الرابع، ننتقل الى صاحب المركز الرابع، هذا مزعل مزعل يريد ان يرضي ايضا مالكه صالح بن خميس بن صويلح الهاملي يتقدم ايضا في المركز الرابع.
خلال هذه الانطلاقة مع الأربعة كيلو مترات. ما تبقى أيضا من الثمانية، متبقي نصف الثمانية، ننتقل إلى الخامس حيث يصل مشاهدين الأعزاء معاند حمد بن عمران بن راشد الكتبي، يأتي بوجود معاند ليتقدم في المركز الخامس. المركز السادس ملبي ملبي، سعيد بن محمد بن سعيد الراشدي يأتي بوجود ملبي في هذه الانطلاقة في أول أشواط القعدان للمحليات الأصائل مع افتتاحية الثنايا، لينطلق الكل ليكون حائزا عن الناموس الرئيسي في الأشواط الصباحية. ما شاء الله تبارك الله، شوف القادمين، شوف القادمين، انفردن الست المراكز الأولى من القعدان، ولكن هناك أعداد كبيرة، شعارات عملاقة، مشاركين يأتون أيضا بأمال كبيرة لتحقيق الفوز والانتصار، منطلقين أيضا بهذه الأمال. بينما ننتقل إلى السابع حيث يصل مشاهدينا الأعزاء عياي، يتواجد في هذه اللحظات خلف بن مبارك بالقافلة الحميري، يتقدم مع وجود عياي. من يأتي في المركز السابع؟ المركز الثامن هو ظبيان سالم بن حمد بن كردوس العامري، يتقدم مشاهدين الأعزاء مع وجود ظبيان راعي متعب، يقدم ظبيان. ننتقل إلى التاسع حيث يصل مشاهدين الأعزاء هذا شاهين علي بخلفاه بالشاوي الغبلي، والمركز العاشر هو أيضا لهاب، يتقدم في هذه اللحظات، يتواجد في هذا الانطلاق حسين بن علي بالسيقان المري، يأتي بهذه الانطلاقة الرائعة. هذه هي العشر المراكز الأولى من جديد. نعود إلى مقدمة هذا الشوط، جسر العبور، جسر العبور أحد معالم أيضا مشاهدين الأعزاء ميدان الوثبة، وأحد التنبيهات للإخوان المشاركين بما تبقى من مسافة هذا الشوط خلال هذا الانطلاق والإبداع. العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، العودة إلى المركز الأول، إلى الغزال. الغزال يتقدم ليقود الشوط، هذا الغزال يتواجد على المركز الأول. سالم بن حمد بن سلطان المنصوري يأتي على مقدمة هذا الشوط، يتقدم ليقود هذه الجموع من القعدان الثنايا المحليات الأصائل منطلقا. بدأ التحرك مبكرا، بدأ التحرك مبكرا مع المنصوري على مقدمة هذا الشوط، يريد أن يباعد المسافة ما بينه وما بين البقية، ولكن لا منهم يا المنصوري، ما منهم امان يا اخوك، ما منهم امان رغم الهدوء الذي يسبق ايضا التنافس القوي في الامتار الاخيره. المركز الثاني قادم المختبر سعيد بن عبيد بضويع الكتبي، يتقدم في المركز الثاني، كذلك يصل مشغل سعيد بن سلطان بن محمد الملعائي الكتبي في المركز الثالث. المركز الرابع ملبي سعيد بن محمد بن سعيد الراشدي، ياتي في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع الكبير مع أيضا المركز الرابع. المركز الخامس مزعل صالح بخميس وصويلح الهاملي، يتقدم بالمركز الخامس. المركز السادس هنا ظبيان سالم بن حمد بن كردوس العامري، يأتي في المركز السادس خلال هذا الانطلاق، يتقدم بن كردوس من مركز إلى مركز متقدم، يريد الناموس بن كردوس. بينما المركز السابع هنا يصل مشاهدين الأعزاء، هذا هو ايضا لهاب حسين بن علي بن حسين بالسيقال المري. والمركز الثامن يتواجد ايضا عياي خلف بن مبارك بالقافلة الحميري. المركز التاسع اول لدى لما يخاف محمد بن علي بن راشد الظاهري. بينما المركز العاشر فيتواجد رعد سعيد بن العصري بالحب العامري، ينطلق بالمركز العاشر. العودة الى المقدمة، خلاص يا اخواني دخلنا اجواء الكيلو والنص، دخلنا أجواء الكيلو والنص، ما تبقى من نهاية هذا الشوط، ما تبقى من نهاية هذا المسار. والمنصوري يقود الشوط، المنصوري يقود الشوط، بانت منصة الوثبة يا أخواني. من يريد الناموس التحرك مطلوب، لأن المسافة ما تبقى منها إلا قليل. كيلو أيضا اقتربنا من لوحة الكيلو متر الأخير، مقدمة الشوط هذا القزال.
الغزال، كالغزال ياتي على المركز الاول يرقص وبسرعه الغزال. سالم بن حمد بن سلطان المنصوري على مقدمه هذا الشوط، بضباعه يتحرك، بضباعه يتحرك، والملعاه يتواجد في المركز الثالث، وبن كردوس قادم في المركز الرابع. يا هي اسماء، حركوهن الاخوان، حركوهن نحو ناموس في عاصمه الميادين. ناموس كبير، انتصار كبير في ختام الختاميات. هنا المقدمه، الغزال سالم بن حمد بن سلطان المنصوري يتقدم بضبيعه بضبيعه، يحرك المختبر، يحرك المختبر في هذا الاختبار الصعب. سعيد بن عبيد بضبيعة الاكتبي المركز الثالث من الجانب الاخر. هذا شاهين علي بخلفه بشاوي القبلي بن مرخان مع وجود الذيب محمد بن سلطان بن مرخان بن كردوس. ياتي مع ظبيان في المركز الخامس، ياهي معركة ما بين القعدان، ولكن بضبيعة بن مرخان، بضبيعة وبن مرخان على اول والثاني، بضبيعة مع وجود المختبر. يتقدم سعيد بن عبيد بضبيعة الاكتبي وبن مرخان مع الذيب محمد بن سلطان بن مرخان. ياتي بمحاولاته لانتصاره في اول اشواط القعدان الثنايا المحليات الاصائل. الشوط الاول، الشوط الاول بضباعه بن مرخان، بضباعه بن مرخان، المعركه الطاحنه الثنائيه ما بين الشعارين، ما بين الشعارين، بن مرخان، الذيب، 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 المختبر، الذيب، المختبر، الذيب، المختبر. ياهي معركه، ياهو شوط، الذيب على المركز الاول، الذيب على الصدارة، محمد بن سلطان بن مرخان بالضبيعة ياتي أيضا على الناس على نفس المستوى. سعيد بن عبيد بالضبيعة المركز الثالث، ظبيان سالم بن حمد بن كردوس المركز الرابع. كان أيضا بالانطلاق وبالإبداع شاهين علي بن خلفاء بالشاوي الغفلي والمركز الخامس. كان القايد لشاب بن حمد بن متعب العامري، حيث كان التنافس القوي لناتي بالتأكيد في التحكيم ما بين الاثنين حتى خط النهاية ما بين الذيب والمختبر. لحظات الإعادة تأتي بإعطاء المعلومة الصحيحة والمؤكدة لدى صاحب المركز الأول. هذه هي لحظات التنافس، لحظات التحدي ما بين الاثنين، ما بين شعار بضبيعة وشعار بن مرخان، ما بين المختبر وما بين الذيب. لناتي في الإعادة التي ايضا تاتي فيها الافاده ما بين هذه المراكز المتقدمه بايضا انطلاق رائع. حيث ياتي مشاهدينا الاعزاء على المقدمه وعلى المركز الاول. ما شاء الله، تغيرت النتيجة مع بضبيعة، تغيرت النتيجة مع بضبيعة مع المختبر. سعيد بن عبيد بضبيعة الاكتبي قدم الإبداع، قدم الانطلاقة وانتصر بعد أيضا المتابعة في الإعادة لياتي بتوقيت زمني مقداره 12 دقيقة 33 ثانية جزئين من الثانية. المركز الثاني الذيب كان بمنافسة قوية بنفس المستوى، ولكن مع الإعادة تبين بأن المختبر صاحب المركز الأول. الذيب في المركز الثاني 12 دقيقة 33 ثانية جزئين من الثانية لمحمد بن سلطان بن مرخان بنفس التوقيت الزمني الذي كان مع المختبر. المركز الثالث فابيانا ايضا اللي في المركز الثالث 12 دقيقة. أربع وثلاثين ثانية جزئين من الثانية كان هو لبن كردوس فابيانا لسالم بن حمد بن كردوس العامري المركز الرابع. حيث وصل ايضا مشاهدينا الاعزاء شاهين علي بن خلفان بالشاوي الغفلي ب 12 دقيقة 34 ثانية أربعة أجزاء من الثانية والمركز الخامس القايد لشهاب بن حمد بن متعب أو داقر راشد بن سعيد بن علي المزروعي احتل صاحب المركز الخامس ووصل في المركز الخامس ب 12 دقيقة 38 ثانية أربعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع والتهنئة لبضبيعة.